طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما أخذنا موضوع أو محرك اللينير اندكشن موتور وشرحنا التركيب مالته ومبدأ عمله وتطبيقاته وأيضا الكاركترستيك مالته والبيرفورمانس وأيضا ادفانتج تطبيقاته، نيجي اليوم المحرك آخر اللي هو ريلكتنس موتور. ريلكتنس موتور هو أيضا نوع من أنواع المحركات اللي هي السبيشال ماشين وتستخدم بعض التطبيقات الخاصة. الريلكتنس موتور يقول هو نوع من انواع المحركات الكهربائيه، انه يحتف بواسطه البيرمننت ماجنتيك بولز اون ذا فيرو ماجنتيك روتر، انه اكو يحتوي على اقطاب نن ماجنتيك، يعني نن بيرمننت ماجنتيك، ليش مو مغناطيسيه، بس انه تحتوي على مواد، الروتر يحتوي على مواد مغناطيسيه حرب بس مو مغناطيس دائم. الروتر هنا ايضا انه ما يحتوي على اي ملفات، يقول انه الروتر اول شيء مو مغناطيس دائم وانما مواد حرة مغناطيسية او مواد مغناطية بس مو مغناطيس دائم. الروتر ما يحتوي على اي ملفات ويولد التور بواسطة الماجنتيك ريلكتنس اللي هي ممانعة المغناطيسية او الممانعة المغناطيسية. الكونستركشن هنا يقول الستركتشر العام بالنسبة للستيتر الروتر او الستيتر، انه الاستراكشر الريلكتنس موتور هو نفس السايلنت بول سايكرونوس ماشين. الريلكتنس يتكون عندنا من ستيتر وروتر. الستيتر يكون اما ثري فيز او سنجل فيز. الثري فيز سيمتريكال وايندينج، يحتوي على ثري فيز سيمتريكال وايندينج اللي هي راح تخلق لي تولي او تخلق لي الساينسويدال روتيتنج ماجنتيك فيلد بالاير جاب، راح تولد مجال مغناطيسي ساينسويدال او حسب النوع مالتها، هسه راح ناخذ الانواع. وبالتالي راح يتولد اللي نسميه ريلكتنس تورك، وما انه انا مررت تيار ثري فيز راح يتولد ساينسويدال ماجنتيك فيلد روتيتنج، طبعا مجال مغناطيسي راح يتولد. هالمجال المغناطيسي راح يولد قوه دافعه كهربائيه او عزم نسميه ريلكتنس تورك. هذا الريلكتنس تورك راح يحتف انه بالروتر، راح يجعل الروتر انه او يسبب لي الى ميلان الروتر الى المجال المغناطيسي او الى محاذاه المجال المغناطيسي للستيتر فيلد. يعني انه هذه القوه او التورك راح يتولد على الروتر راح يحاول يدفع المحرك الروتر بحيث انه يكون محاذاه الستيتر. اللي هي مينيموم ريلكتنس اقل نقطه للبوزيشن، يعني بهذه النقطه عند هذه النقطه انه تكون ممانعه جدا قليله، يعني عند هذه النقطه لذلك سمى ريلكتنس موتور. بس هنا ريلكتنس اللي هو اقل ممانعه للمجال المغناطيسي بحيث انه يصير محاذاه له. هذا النوع اللي ثري فيز او سنجل فيز. سنجل فيز طبعا يحتوي على مين واوكسيلاري وايندينج حتى ينتج لي السايكرونايزلي revolving magnetic field. هذا عندنا التركيب للستيتر، يا اما ملفات سنجل فيز او ثري فيز. بالنسبه للروتر، الروتر يكون ما يحتوي على، يقول الروتر does not have any field winding، يعني ما يحتوي على اي ملفات. الروتر انه يكون يصنع من، يعني من يصمم من مواد انه تكون ايرون لامينيشن معزوله او صفائح حديديه معزوله وتكون معزوله بواسطه مواد غير مغناطيسيه. يعني احنا نعرف انه القلب مالتي انه يكون عباره عن شرائح، وشرائح يعني تجمع فيما بينها تكون الروتر، بس هذه الشرائح تفصل فيما بينها بمواد غير مغناطيسيه. وقلنا السبب شنو؟ حتى نقلل الهستري والايدي كارنت. عندي هذا التركيب، هذا السنجل فيز ريلكتنس، هذا الستيتر عبارة عن فور بول أو إحنا حسب عدد الأقطاب، وهنا أنا عندي بي وايندينج يحتوي على وايندينج، هذا السنجل فيز أو ثري فيز ممكن، وهذا تركيب الستيتر يحتوي على بولز اللي هي البولز هذه تكون من مواد مو مغناطيسية بس عبارة عن مواد موصلة، مو مغناطيس دائم بس مواد مصنوعة من إنه تكون حرة مغناطيسية. او مغناطة نسميها. فهذا التركيب الستيتر وتركيب الروتر. تركيب الروتر ما يحتوي على ملفات وانما يصنع من الحديد وانه يكون صفائح مالته معزوله عن بعضها.
بالنسبة لمبدأ العمل شرحنا أنه قلنا أنه لما أسلط سنجل مصدر سنجل فيز هذه الحالة أو ثري فيز هذا المصدر ثري فيز هذا بالنسبة للستيتر. الروتر قلنا أنه الأقطاب مالته الروتر الأقطاب مالته هذا اللي هو هذه قلنا ما يحتوي على ملفات وإنما يصنع من مواد مو مغناطيسية بس موصلة جيدة للمغناطيسية. فهذا بالنسبة للروتر. بالنسبة للستيتر قلنا يحتوي على يا اما سنجل فيز او ثري فيز. فلما اسلط سبلاي انه للستيتر وايندنج راح يتولد لي مجال مغناطيسي دوار، راح ينتج لي راح يتولد مجال بالستيتر وايندنج يتولد مجال مغناطيسي. هذا المجال المغناطيسي راح يولد عزم نسميه او يسلط عزم نسميه ريلكتنس تورك على الروتر الاسيمتريكال روتر. هذا المجال المغناطيسي يتولد ملفات الاستيتر راح يولد يسلط لي عزم نسميه ريلكتنس تورك على الروتر بحيث يجي على الروتر يدور بمحاذاه المجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي مو جاي يمر بالملفات وجاي يتولد مجال عزم او مجال مغناطيسي يحتف من الستيتر للروتر راح يولد لي عزم. هذا العزم يسميه ريلكتنس تورك. هذا العزم يحاول انه يجعل الروتر يميل باتجاه دوران الفيب المغناطيسي بالستيتر. هنا اقول انه في حاله لما انتصب للستيتر وايندنج المجال الماجنتيك فيلد روتيتنج الدوار راح ينتج لي بالملفات ملفات الستيتر ينتج ريلكتنس تورك. هذا ريلكتنس تورك راح يسلط على الروتر بحيث انه يجعله محاذي مع او يدور باتجاه محاذي او يجعل البولس مالت الروتر هذه البولس لاحظ انه هذه البولس هنا موقعها راح يسلط عليها العزم راح يجعلها من راح تدور هنا في الاتجاه هذا راح يجي الروتر الثاني في الاتجاه هذا يعني هذه راح تتحرك هنا يجي هذا هنا راح يسلط ايضا عليه ريلكتنس تورك راح يدفع في الاتجاه هذا وراح يدور المحرك في الاتجاه حسب هذا الاتجاه. نلاحظ انه لما اجي هسه حاليا هذا القطب مقابل هذا القطب فراح يدور في الاتجاه هذا بعدها من دار تحرك مسافه اجي هذا القطب للروتر مقابل الستيتر قطب الستيتر اللي عليه ملفات ايضا هنا تولد ريلكتنس تورك. هذا ريلكتنس تورك حاول يدفعه في الاتجاه هذا او يخليه يدور باتجاه المجال المغناطيسي. بعدها ايضا من دار هذا دار صار اللي هو هذا اجى هنا صار هنا اجى هذا القطب صار هنا مقابل هذا من صار مقابل ايضا المجال المغناطيسي يولد عزم. العزم يسميه ريلكتنس تورك يحاول يجعل الروتر يدور باتجاه المجال المغناطيسي. فهذا ايضا راح يجي هنا بعدها من يجي هنا هذا راح يصير هنا وهكذا. يعني انه اول شيء اجي هنا من نطيت هذا الفيز اللي هو الفيز الاول هذا الفيز الاول جت هنا مجال المغناطيسي هنا عندنا بيناتهم 120 درجه في 3 فيز. لما اجي شغلت اول عفوا السنجل فيز اللي الفيز الاول اللي هو الاي تولد مجال مغناطيسي بهذا القطب اجى هذا حاول يدفع هذا القطب بهالاتجاه هذا ما انه تولد هنا يحاول انه راح المجال المغناطيسي يولد ريلكتنس تورك. هذا ريلكتنس تورك راح يدفع القطب باتجاه المجال المغناطيسي بهالاتجاه هذا. بعدها هذا راح يدور بهالاتجاه راح يجي هذا نانا مقابل هذا اللون الاحمر فيجي صار مقابله وانا طيت الفيز الثاني اللي هو بهالطريقه هذه طيت الفيز الثاني بعد ما بدل ما مشيت الفيز الاول يعني 120 درجه هذا الفيز الاول الفيز الاول هذا دفع الروتر القطب مات الروتر بهالاتجاه هذا من دفع بعدها اجى الفيز الثاني يعني 120 درجه هذا الفيز الثاني جه هنا فهذا القطب راح يصير مقابله راح يدفع ايضا بهالاتجاه بعدها هذا وما دفعته هنا فهذا اجى مقابل اللون الاخضر اللون الاخضر اللي هو الفيز الثالث اللي هو هذا من اجى مقابل ايضا يحاول يدفع باتجاه المجال الكهرومغناطيسي وهذا
القوة اللي نسميها reluctance torque، أقل نقطة للreluctance torque، فراح يتولد لي دوران بهالاتجاه هذا نسميه، ولذلك نسميه المحرك reluctance torque. عندي هنا الموجات أو الأنواع مات الفري فيز، يا أما sinusoidal أو rectangular تولد لي حسب السويتشنج أنواع. مرات إذا هو اللي نسميه السويتشنج ممكن أنطي للسويتشنج بهالشكل هذا أو بهالشكل هذا، يا أما sinusoidal أو square أو quasi square حسب الموجة. كل الأحوال راح يدور بهالاتجاه هذا أو بهالطريقة هذه. يقول إنه إذا كان الريلكتنس تورك كافي بحيث إنه بحيث إنه المحرك يشتغل في حالة لود أو بدون لود، إنه كافي إنه التورك اللي يتولد راح يدور المحرك، فالمحرك راح يبدي يشتغل ويتحرك باتجاه ريفولفينج فيلد ويستمر بالعمل يعني بالدوران إلى أن يوصل للسرعة مالته أو يوصل لسرعة المجال اللي هو revolving في مجال كهرومغناطيسي. هذا نوع المحركات يبدي بالتشغيل كأنما induction motor، نفس طريقة induction motor. بعدها من يوصل للmaximum speed أو اللي هي نفس induction motor أو نسميها rated speed، من يوصل rated speed هذا reluctance torque متولدة تحاول تخلي الروتر يدور بنفس سرعة المجال المغناطيسي أو المجال الدور revolving field، وبالتالي إنه المحرك راح يستمر بالتشغيل بالعمل كسايكروناس موتور. يعني بالاول يشتغل كاندكشن موتور وبعدها عند الاستقرار راح يعمل انه كانه سايكروناس موتور، يعني راح يدور بنفس السرعه التزامنيه اللي هي 120 اف على 2 بي. مو الاندكشن يدور بسرعه اقل من السرعه التزامنيه، بس السايكروناس يدور بنفس السرعه التزامنيه. لذلك انه بدايه يشتغل كاندكشن وبعدها راح يشتغل كسايكروناس موتور. هذا بالنسبه لمبدا عمل مالته، قلنا انه هذا ممكن الفري فيز شلون يشتغل. انواع عندنا سايكرونس ريلكتنس اللي هسه شرحته، يبدي كاندكشن موتور وبعدها يستقر كسايكرونس ريلكتنس. اكو السويتشنج او السويتشت ريلكتنس اللي هو ممكن عن طريق تشغيل نقطه موجه مربعه او كوارت سكوير، او الفاريبل ريلكتنس الستبر موتور اللي شرحناه بالستبر موتور. هذا المبدا عمل نفس المبدا العمل الفاريبل، يكون عباره عن قطعة من الحديد اللي هو الروتر، ونفس طريقة السويتشنج أو طريقة الستبر موتور، فهذا يعتبر نوع من أنواع الستبر موتور. وأيضا ممكن يدور بصورة مستمرة، مو يدور بخطوات، هذا أيضا، بس هذا إنه ما أقدر أسيطر على الستب مالته. الأدفانتج للريلكتنس موتور سمبل كونستركشن، إنه تركيب مالته بسيط، الموتور ما يحتاج دي سي إكزايتيشن حتى يكون سايكروناس. إحنا نعرف السايكروناس يحتاج إلى فري فيز اي سي سبلاي ويحتاج الى دي سي للاكزايتيشن حتى يوصل السرعه التزامنيه، يعني اذا بدون دي سي راح ما يوصل السرعه التزامنيه وانما يشتغل كاندكشن، فاحتاج له دي سي اكزايتيشن، بينما هذا يوصل السرعه التزامنيه بدون دي سي اكزايتيشن. ما يحتوي على فرش برشس ولا كوموتيتر ولا بيرمت ماجنتيك، هذه الاجزاء ما يحتوي عليها، وبالتالي انه يكون التكلفه مالته كذلك الصيانه اقل لانه يعني ماكو فرش ولا كوميتيتر. الستارتنج تورك مالته يعني نوعا ما جيد. اكيوريت سبيد سرعه مالته او السرعه السيطره على السرعه تكون دقيقه. كوست افكتيف اند لو يعني الكلفه مالته معقوله، وكذلك انه صيانه مالته قليله. وايضا انه كونستانت سبيد كاركترستيك يعني يكون السبيد مالته كونستانت. من الديس ادفانتج لو افشنسي انه الكفاءه ما تكون قليله، الباور فاكتور ايضا يكون اقل من الاندكشن موتور لانه ما يحتوي على اساس. واحد ليش يقول انه الكفاءه؟ لانه الروتر ما يحتوي على ملفات، وبالتالي انه راح يكون الاوتبوت مالته اقل، يعني الاوتبوت المتولد على الروتر اقل من الاندكشن موتور، ذلك انه الباور فاكتور راح يكون قليل، وكذلك الافشنسي. الافشنسي يعني اوتبوت باور مات الروتر راح يكون قليل. الماكسيموم اوتبوت ايضا قليل، قلنا انه السبب انه نفس السبب انه ما يحتوي على ملفات، وبالتالي اذا ما يحتوي على ملفات اوتبوت مات قليل، وبالتالي اذا الاوتبوت قليل الافشنسي تكون قليله. الباور فاكتور ايضا ما يحتوي على ملفات فما ينتقل اقصى فلكس من الستيتر للروتر، فراح انه الباور فاكتور يكون قليل، وانه السايز مالته يكون اكبر من السايكروناس موتور.
شيء اكيد يعني السينكرونس موتور اصلا يشتغل على تو سبلاي ديس اكسايتيشن واي سي سبلاي. تطبيقات انه بتطبيقات اللي تحتاج كونستانت سبيد كاركترستك يعني سبيد ما تكون ثابته، وهذا يجعل انه ملائم بتطبيقات اللي تحتاج سرعه ثابته اللي هي الاوتوماتيك ريجوليتر السيجنالز ديفايسز ريكوردينج انسترومنتس، وايضا عندي انواع التايمرز والفوتوغرافز. هذه تطبيقاته واستعمالاته. ان احنا قلنا هذه التطبيقات نسميها سبيشال، تكون تطبيقاتها مو متواجهه عاده. التطبيقات الرئيسيه الاندكشن وايضا السايكروناس واي اكثر شيء غالب بها هذه اللي هي بالمعامل اندستريال، وبعدها المحركات الخطويه. اما اللي هي الانواع الريلكتنس اليونيفرسال موتور الريبالشن موتور السنجل فيز يونيفرسال موتور دي سي استخدم التطبيقات بكثره الاندكشن موتور والسايكروناس، بعدها تجي المحركات الخطويه، وبعدها هذه الانواع ممكن هسه حاليا بدا استخدام بدل الدي سي البرشلس، بس البرشلس يحتاج لسيطره اكثر خصوصا بهاي اللي هي الروبوتس والطائرات اللي هي مسيره يستخدمون محركات البرشلس. هاي استخدامات اللينير ريلكتنس ريبالشن تكون استخداماتها محدده وتطبيقات محدده تحتاج في سيستم معين او تحتاج كاركترستيك معين بتواجب هذه المحركات، وانه تكون الكوست ما اقل من دكشن كذلك الصيانه بعض يعني وبعض الكاركترستيك بها فيستخدمون هذه المحركات. هذا كل ما يخص عن انواع المحركات. عندنا انه ذكرنا الهستيريسيس موتور، بعد عندنا ايضا هسه شرحنا انواع الثلاثه مال الريلكتنس موتور، عندنا بعد النوع اللي هو التوبلر موتور، وعندنا ايضا الهستيريسيس موتور هبني والبرشلس موتور هبني. ايضا البرشلس هو دي سي بس انه ما يشتغل عن طريق الفرش وانما عن طريق انفيرتر، حتى انه السويتشنج يصير عن طريق انفيرتر التبديل كوموتيشن وليس عن طريق الفرش يعني تبديل خارجي. شلون المحرك الاستبر عمليه الكوموتيشن او عمليه السويتشنج راح يصير خارجيا على نفس الطريقه كانما هو دي سي محرك دي سي. فهذه التركيب مالته يعني هذه كل الانواع اللي اخذناهم ان شاء الله في دراستنا للسبيشال ماشين.